بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشباب، وش اخباركم؟ وش مسويين؟ شيء طيبين معكم عزيز غوث مدريد. قبل ما نبدا المقطع، صلوا على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم على في محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يجيبكم موضوع اللي هو عن اللي يقول مقاطعك سامجه واول ديسلايك وما ادري ايش. ترى هذا والله كله ما همني، يعني مخلي تعليقك واقدر احذفك واقدر اعطيك بلوك يعني ولا حظر، يعني ما في اي مشكله، يعني كلها ضغطه زر وخلاص يعني. بس انت اقدر، بس ما ابي يعني. ممكن انت تكون سبب انت يلي قاعد تقول مقاطعك سامجه، انت ممكن تكون سبب في نجاحي، يعني انت ممكن تعليقاتك وانتقادك هذا ممكن تكون سبب في نجاحي. ما كل شيء يعني، ما في شيء مستحيل يعني. المهم يعني انا صراحه ما غصبتك انك تناظر مقاطعي، ما غصبتك انك تناظر، ما غصبتك يعني. في بعضهم انا ما ادري، لكن في بعضهم كذا ممكن تعجبك مقاطع، مثلا مقاطعك مثلا، خلينا نقول مثلا مقاطعي انا تعجبه، بس هو شو، لكن مقاطعي انا مثلا تعجبه لكن هو يكرهني، هو كذا كره يكرهني، بس ان مقاطع تعجبني. تلقى بعض الناس يتابعك ليش؟ يدور الزلة عليك، مو بتابعك حبهم فيك ولا في مقاطعك، لا، ممكن يدور الزلة عليك. انا ما احط بذمتي شيء، لكن اتوقع ان في ناس زي كذا يعني، ما ادري هل هو حست ما ادري وشو. يقولون ليش الكوميونتي العربي كذا، ليش نظام حست ما ادري ايش. ففي موضوع ثاني راح اتكلم فيه اللي هو عن الدعم وما الدعم من هالكلام، راح يكون في مقطع جاي ان شاء الله اتكلم فيه واعلمكم شو الاسباب وكذا وكذا. بس يعني ايش رايك، ما انت في الفئه هذه من الناس؟ اعطونا رايكم في التعليقات، وتنسوا اللايك سبسكرايب. كنت فيفرت، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت، سبحانك كنت بالظالمين، بامان الله.